السلام عليكم، مرحبا متتبعينا الكرام، اهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب.com. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله. هذه ابرز العناوين. امير دولة الكويت يبعث ببرقية تعزية للملك محمد السادس في وفاة الطفل ريان. بعث امير الكويت الشيخ نواف الاحمد ببرقية تعزية الى صاحب جلالة الملك محمد السادس، عبر فيها عن خالص تعازيه وصدق مواساته لجلالته وللشعب المغربي وللأسرة الطفل ريان أورام الذي توفي إثر سقوطه في إحدى الآبار ضواحي مدينة شفشاون حسب وكلاء الأنباء الكويتية. وأشار أمير الكويت إلى أن هذا الحادث الأليم قد أوقع الحزن والأسى في قلوب جميع سواء في المملكة المغربية الشقيقة أو خارجها، سائلا المولى تعالى أن يغمده بواسع رحمته ويسكن فسيح جناته وأن يلهم الجميع جميل الصبر وحسن العزاء. ووفق ما كشفته وكلاء الأنباء الكويتية، فإن ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح بعث بدوره ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ضمنها خالص تعازيه وصدق مواساته لجلالته وللشعب المغربي الشقيق وللأسرة الطفل ريان خالد أورام، مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يغتمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.